معقول هتكون آخر مرة إلي؟ أقعد برا وتسمع صوت العصافير واشرب قهوة على رواق؟ أو إنه تكون آخر مرة عم بسقي زراعاتي وإهتم فيهم؟ معقول ما بقى البس اجمل قميص عندي واظهر فيها؟ او تعمل بسينتي راجا العب معه واهتم فيه؟ معقول بقى اقعد على هالرصيف اتفرج على العالم عم تركض واحسدهم على جلدتهم؟ او اتطلع على الولاد واقول يا ريت يا ريت برجع لعمرهم؟ اقل شي بهالحياة بيبسطني. شو حاشتاق لهالمطرح؟ إيه كنت أهرب من كل مشاكلي تأجي أقعد فيه. ما بعرف إذا كلكم مثلي، بس البحر كتير بيريحني وكتير بيبسطني، حملي كل أسراري، ما في هموم، ما في تعب، كأني بعالم تاني. هيدي غنيتي المفضلة، أقولكن معقول أرجع أقدر أسمعها؟ أمي لا تبحثي عني، فأنا لست مختبئ تحت السرير أو في الخزانة. أنا أرغب بالنوم فقط، النوم العميق الحقيقي الذي ينامه الأطفال قبل أن يولدون.